مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم شكل اختبار الحمل الإيجابي الضعيف. إن الحمل الإيجابي الضعيف هي نتيجة محيرة للكثير من النساء، إذ لا تعلم إيجابية أو سلبية حدوث الحمل. ومن أبرز علامات شكل اختبار الحمل الإيجابي الضعيف ظهور نتيجة اختبار الحمل الإيجابي الضعيف على هيئة خطوط، مع العلم أن نتيجة الحمل السلبية تأتي بظهور خط واحد فقط، ونتيجة اختبار الحمل الإيجابي هي عبارة عن ظهور واضح وصريح لخطين على شريط الاختبار. وفي حال الظهور الواضح لخط والخط الآخر غير واضح بشكل مؤكد، هنا يكمن الحمل الإيجابي الضعيف. وفي هذه الحالة يتم تكرار عمل الاختبار بعد مرور فترة لا تقل عن أسبوع. وفي حالة اختفاء الخط الباهت وبروز خط واحد فقط بوضوح، يكون دلالة على عدم حدوث الحمل. وفي حال تغير الخط الباهت وأصبح أكثر وضوحاً بعد إجراء اختبار الحمل للمرة الثانية، يشير ذلك إلى حدوث الحمل. واستكمالاً للحديث عن شكل اختبار الحمل الإيجابي الضعيف، فقد يدل على الحمل المبكر، ويحدث ذلك نتيجة عدم ظهور هرمون الحمل بنسبة كبيرة في البول. كذلك اختبار الحمل الإيجابي الضعيف يشير إلى احتمالية التعرض للإجهاض المبكر، وذلك طبقاً لظهور خط واحد فقط واضح والآخر باهت. كذلك يشير إلى ارتفاع هرمون الحمل ومن ثم انخفاضه مرة أخرى إلى الإجهاض. فهناك بعض العوامل المؤدية لاختبار الحمل الإيجابي الضعيف، وهي قيام المرأة بعمل الاختبار في وقت مبكر، أو احتمالية عمل الاختبار بعد موت الجنين، وبالتالي تصبح نسبة هرمون الحمل منعدمة، كما وقد تنخفض نسبة هرمون الحمل في بدايته، ولذلك تظهر نتيجة اختبار الحمل الإيجابي الضعيف. ولذلك ننصح في هذه الحالة بالراحة التامة وإجراء اختبار الحمل مرة أخرى. يجب أن تعرف المرأة قبل استخدام اختبار الحمل المنزلي أنه اختبار يستخدم مرة واحدة وغير قابل للاستخدام أو الاستعمال أكثر من مرة. وعند استخدام اختبار الحمل يجب إجراؤه على أول عينة بول في الصباح، وهذا يؤدي إلى أدق نتيجة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن أول عينة بول تحتوي على هرمون الحمل المركز، وفي المقابل تقل نسبة هرمون الحمل بعد تناول المشروبات أو الأطعمة.